هاي يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة انا هتكلم على حاجة هتنفع ناس كتير. ازاي ان انتي تشتري هدوم حلوة وفي نفس الوقت في وزين البادجت او من غير ما تصرفي فلوس كتير. هقول لكم النهاردة على هوريكم مشترياتي للشتاء بتاع 2000 اللي هو 2020 ده. اوكي، مشتريات الشتاء بتاعتي 2020، وهقول لكم جايباها منين، وهوريها لكم وهقول لكم ايه اللي عجبني وعجبني ليه. اوكي، ما تنسوش قبل ما ابدا ان انتوا تعملوا سبسكرايب للقناه علشان القناه تكبر ونفضل موجودين مع بعض، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم الفيديوهات الجديده كلها. ودلوقتي تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه. اول حاجه احب اوريها لكم هو كلوفر. اوكي، بصوا هو نبيتي يا جماعه، بس هو طبعا عشان الاضاءه بتاعتي هو باين ان هو بيربل كده موف، انما هو في الواقع هو نبيتي. اوكي، بصوا هو طوله حلو جدا، يعني هو بيجي يعني في نص الهانش كده. بالنسبه لي طبعا بتفرق حسب انت اتخن او ارفع، وانت اطول او اقصر طبعا بتفرق، بس انا بقول لكم بالنسبه لي. على فكره انا بعد كده ممكن ابقيس لكم الحاجه عليا، بس انا يعني قلت اوريها لكم كده في ايدي الاول. بصوا يا جماعه ده حلو جدا، الماتيريال بتاعته فعلا جميله. يعني بصوا هي عامله زي المهير كده بتاع زمان شويه، وناعم جدا جدا جدا، يعني بجد ناعم كانه يعني عامل زي البطانيه اللي بتتغطي بيها، ناعم جدا وتقيل وبيدفي جدا جدا جدا، وما تحسيش ان انت لابسه حاجه بتشوكك او حاجه بتضايقك. حلو جدا يا جماعه، وسعره مناسب جدا جدا جدا. وده هو ما فيش مقاسات، هو كان وان سايز. اوكي، وده انا جايباه من يعني زي جروب على الفيسبوك. الجروب ده انا بتعامل معاه على طول، وبجد الناس هناك محترمين جدا، وحاجتهم عن تجربه انا يعني بجرب دايما حاجات منهم. فانا هسيب لكم اللينك بتاع الجروب ده تحت عشان تشتركوا في الجروب وتشوفوا كل جديد. الجروب ده فيه كل حاجه للبنات، فيه ميك اب، فيه لبس، فيه كل حاجه ممكن تحتاجيها. زي ما قلت لكم فعلا ده من احلى، وانا جربته ولبسته. يعني عايزه اقول لكم ان انا لبسته مثلا بتاع لحد دلوقتي حوالي 5 6 مرات، بجد هايل وبيدفي جدا في البرد. ده اول حاجه كنت عايزه اتكلم عليها. تاني حاجه برضو من نفس الجروب على الفيسبوك، وهو زي يعني زي هو بادي، بس بادي صوف. اوكي، بص هو طويل، يعني هو بينزل كده تقريبا لحد يعني مثلا مش نص يعني نص الفخد كده، او فوقيه سنه، حسب برضو تاني انتي مقاسك ايه طبعا. وهو هاي كول زي ما انتوا شايفين، لونه هو سكري او اوف وايت. اوكي، وبعدين بصي هو فيه زي اللي هو الخط الخفيف ده. اوكي، الريجه دي هو سمكه حلو قوي ان انت تلبسيه تحت جاكيت، تحت سويتر، تحت حاجه كده، بجد حلو وطوله حلو جدا. ممكن كمان تلبسيه وتحطي فوقيه حزام. اوكي، لان هو طويل، تلبسي فوقيه حزام وفوقيه جاكيت او سويتر، هيبقى شكله حلو جدا جدا جدا، وبيدفي يا جماعه قوي. اوكي، هو شكله خفيف بس هو بيدفي، وسمكه حلو، يعني مش هتحسي انت لابسه حاجه تخينه تحت الجاكيت. فبجد برضو ده من احلى الحاجات اللي انا اشتريتها. يعني بصوا وطوله حلو، اللي بالنسبه للي بيحبوش يلبسوا حاجه قصيره او محجبات او كده، ده طوله حلو جدا على الهدوم. برضو من نفس الجروب، عشان بقى اقول لكم الحاجات اللي من الجروب مره واحده وبعدين ناخد حاجات من الحته التانيه. يا جماعه طبعا انتوا سمعتوا عن الطرح الكويتي، الطرح الكويتي اللي هي الكشمير الكويتي. بصوا يا جماعه هي تحفه، لان انا دايما كان عندي مشكله في الطرح، انها يعني انا جربت حاجات كتير، شيفونات وقطن وحاجات وحراير، كل حاجات حتى انا مش عارفه اصلا هي اسمها ايه. جربت كل حاجه، كان عندي دايما مشكله ان الطرح من الحته دي بحس انها بتخن شويه، ما بتبقاش مظبوطه قوي. انما الطرح الكويتي دي بصوا، اولا هي دي واحده منهم، فانا قلت ايه اوريها لكم في اللبس بتبقى عامله ازاي. بصوا اولا الوانها حلوه جدا، ثانيا هي طريه جدا، يعني بصوا هي طريه جدا، يعني حتى في الصيف مش هتحرك خالص.
وبعدين هي مش فكره، هي شفافه، بس انت لما بتعمليها طبعا اتنين فوق بعض لان هي طويله، آه خلاص بتداري مش بتبين، بصوا يعني مش مبينه اي حاجه. آه وبعدين زي ما انتوا شايفين هي بتبقى رسمه الوش، يعني بتبقى رسمه وشك. ممكن تربطيها زي ما انا ربطتها كده الربطه العاديه بتاعتنا، ممكن تربطيها الربطه الكويتي دي، هتلاقيها تعرفي بقى ربطتها على النت، ليها ربطه كده معينه، بس انا يعني انا بحب الربطه بتاعتنا اكتر. آه بصوا تحس انها رسمه وشك، لا مطخناه ولا مرفعاه زياده ولا حاجه، هي رسمه على قد الوش، فان هي ستريتشي جدا. بصوا الماتيريال يعني، بصوا ستريتش ازاي، فانتي بتتشد معاكي حلو وبتاخد الشكل جميل قوي، اشكالها حلوه قوي. انا هوريكم الاشكال اللي انا جبتها من البنت. اوكي ده اول حاجه، ده على زيتوني كده او اخضر بترولي كده. اوكي في ده برضو هو الالوان، يعني عشان الاضاءه هو زي سيمون كده فاتح قوي. اوكي وبرده بصوا طري ازاي يا جماعه، فعلا انا مش قادره اقول لكم طري قد ايه. اوكي فدي واحده برضو هتلاقوني دي لابساها في فيديو من الفيديوهات اللي قبل كده، يعني انا هقول لكم كل واحده شوفوا الفيديو بتاعها، هتلاقوني لابساها في فيديو من الفيديوهات. اوكي وده الجراي بتاعها، بصوا الجراي مستو ان هو جراي فاتح، يعني مش هيغمق الطقم، يعني لو انت لابسه مثلا جريهات او اسودات او حاجه كده وعايز تلبسي من فوق جراي، الجراي الغامق هيكتم اللوك، انما ده جراي بس في نفس الوقت جراي فاتح على الوش، بينوره جدا وما بيبانش خالص ان هو مغمق ولا اي حاجه. ده برضو نفس اللي فاتت. في عندنا بقى اللون ده، انا برضو مش عارفه ده هيبان ازاي في الاضاءه، بس هو باين ان هو موف، هو موف فعلا، ولكن موف افتح من ده، يعني درجه افتح سنه من ده. اوكي برضو ده طري جدا، وهتلاقوه برضو في فيديو من الفيديوهات اللي انا لسه عاملاها قريب. بصوا القماشه يعني فعلا حلوه جدا جدا جدا، وطريه ومريحه وكانك مش لابسه حاجه. برضو النبيتي ده برضو نبيتي يا جماعه، مش موف. اوكي بس برضو ارجع اقول عشان الاضاءه، ده نبيتي غامق كده برضو جميل جدا، وهتلاقوه في فيديو من الفيديوهات برضو اللي انا عاملاها. اوكي في عندي الجري بقى الغامق. اوكي ده شكله الجري الغامق، ونقشتهم كمان يا جماعه بصوا تحسوا ان هي نقشه سيمبل، فممكن يعني مش هتقيدك في اللبس، يعني مش لازم حاجه ساده خالص عشان تلبسيها، لا ممكن توظفيها وتعملي لها ستايلنج مع حاجات مختلفه. وده زي على بني كده شويه درجه البنيات. اوكي وفي ده كمان، ده كمان بصوا بقى يعني طري جدا جدا جدا، بصوا ستريتشي اصلا ازاي، و درجة دي هو اسود في ابيض، وفي من الحروف زي ستراس كده، عجبني قوي الديتيلز اللي فيه، الستراس الخفيف ده، هو سيمبل جدا بس بنديله منظر شيك قوي في اللبس. برضو ده من احلى الحاجات اللي انا جبتها منها. دول بالنسبة لطرح الكشمير الكويتي، اسألوا عليها هتلاقوا اللينك بتاع الصفحة او الجروب تحت في الديسكريبشن بوكس، والجروب اسمه This is your place. ابقوا اسالوا على الحاجات دي فعلا، انا مش عارفه هو هي لسه عندها ولا لا، بس يعني اسالوا وتابعوها، لان بجد حاجتها والله العظيم حلوه جدا، حتى الميك اب انا بجيب من عندها ميك اب كتير. دلوقتي هنتنقل بقى لحاجه جايباها من حته تانية، في محل اسمه فابولوس. فابولوس ده هو له فروع كتير، انا جبته من فرع عباس العقاد، بس اللي هو من فرع عباس العقاد، في فروع كتير له. اوكي اولا يا جماعه اسعاره حلوه جدا. اوكي والكواليتي بتاعت الحاجه حلوه بالنسبه للسعر، يعني انا كنت متخيله ان الحاجه هيبقى يعني مش غاليه قوي فهتبقى اي كلام، لا بصراحه تحفه. فانا جبت منهم السواتر ده، اوكي او اللي هو البافر جاكيت ده، وعنده الهودي ده. اوكي بصوا يعني هو بيجي يعني برضو في نص الهانش كده، وبعدين يا جماعه بيدفي، انا مش قادره اقول لكم بيدفي قد ايه اكتر من اللحاف، يعني بجد يعني ممكن تلبسي تحته بلوفر خفيف وتلبسيه، هو بيبقى واخد يعني هو وان سايز مبدئيا، بعدين بيبقى على قد جسمك.
الى حد كبير، فمش على قد جسمك اللي هو ده يضيق او مخنقك، لا، بس هي ممكن تلبسي تحته بلوفر عادي مش هيضايقك، ولكن بيبقى حاضن الجسم كده بطريقه بحيث ان هو بيتدفي. بص هو كمان من جوه كله مبطن بنفس القماشه البافر دي، بيدفي جدا 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 وبيليق على كل حاجه ومش هيقيدك ابدا. اوكي، برضو في جاكيت انا جبته من محل اسمه عرفة، هو في عباس العقاد، برضو اسعاره يا جماعة حلوة جدا، يعني انا ما تخيلتش ان بصراحة الجاكيت ده هيبقى بالسعر ده. اوكي، انا بس عايزة اوريه لكم هو مقفول علشان يبان شكله. اوكي، برضو ده انا غالبا هتلاقوني لابسه في فيديو من الفيديوهات يا جماعة. اوكي، هو عارفين اللي هي القماشة التيدي بير دي، اللي هي شبه القماشة الدباديب، عاملة زي قماش البطانية كده شوية، وبرده عنده هودي، وعنده من هنا كده جيوب في الجنب تحطي كده ايدك وبتدفي. بصوا يا جماعة اصلا الماتيريال بتدفي جدا جدا جدا، بصوا الماتيريال اللي هي عاملة زي البطانية دي. اوكي، ومن جوه نفس القماشة، يعني نفس الماتيريال مش متبطنة، يعني هي نفس برضو، بصوا، فبتدفي جدا جدا من جوه وناعم جدا جدا جدا، يعني انا مش بستغنى عنه بجد، يعني هو لونه نبيتي. اوكي، انا مش بستغنى عنه، تقريبا بلبسه يعني اولموست كل يوم. اخر حاجة بقى معايا، اوكي، هي الجاكيت ده. اوكي، ده انا جايباه برضو من عباس العقاد، وهو محل سوري انا مش فاكرة بصراحة قوي منين، بس انا هشوف المحل وهكتب لكم اسم المحل تحت في الديسكريبشن بوكس. اوكي، هتأكد بس من اسمه. بصوا هو الجاكيت ده مش تقيل زي اللي انا وريتهم لكم، ده ينفع لفترة اللي هو بداية الشتاء او اواخر الشتاء، او الايام اللي هي بتبقى يعني بتبقى دافية شوية، يعني مش البرد الفظيع. اوكي، بس لازم يبقى عندنا في الدولاب حاجه اللي هي تنفع برضو للجو ده، ما ينفعش كله يبقى حاجات تقيله، يعني ساعات بيبقى في ايام مش مستحمله قوي حاجه تقيله. فهو بصوا هو ده شكله. اوكي، ومن ورا برضو عليه كاسبر، وعنده من هنا برضو جيبين كده، انا بحب الحركه دي بصراحه قوي لاني بحب امشي وحط ايدي كده، وعنده برضو هادي كده. هو لونه يا جماعة برضو يعني مايل عارفين البوادو روز ده اللي هو ما بين النبيتي والبينك كده، هو يعني معلش الإضاءة والكاميرا هما اللي مغيرين بس شوية الألوان، بس هو حلو جدا قماشته، يعني أنا بحس إن هو ينفع بين البنين. بص هو من جوه برضو القماشة طرية جدا وناعمة قوي من جوه، ومن بره تحسي القماشة دي حلوة قوي لوقت بداية الشتاء، للخريف، لأواخر الشتاء، أو لو في الشتاء يوم مش برد قوي، ده هيبقى حلو جدا تلبس تحته بلوفر أو حاجة، بجد هيبقى حلو جدا. ده بالنسبة للمشتريات بتاعتي بتاعة شتاء 2020، مشترياتي 2020، وأتمنى إنها تكون عجبتكم واديتكم فكرة كده. يعني ممكن على فكرة الحاجات دي كلها اسعارها يعني في المتناول جدا، والجروب اللي بقول لكم عليه ده يا جماعه اسعاره اللي هو على الفيسبوك اسعاره برضو حلوه جدا. الجاكيتس اللي انا وريتها لكم اسعارها حلوه، هو بس الجاكيت الاسود سعره مش رخيص قوي، يعني هو 600 وحاجه تقريبا، بس بالنسبه للماتيريال دي يعتبر كويس، انما بقيه الحاجات كلها متينات وحاجات كده، اللي هي يعني احنا اصلا دلوقتي ما بقاش في حاجه ب200 وحاجه دي، فهتلاقوا كل الحاجات التانية بالسعر ده. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واداكم فكرة كده شوية ازاي ان احنا نقدر اننا نشتري حاجات شكلها حلو وتبقى لايقة علينا، وفي نفس الوقت ما ندفعش فلوس كتير او نبقى جوه البادجت بتاعتنا. ياريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، اوكي، وياريت تعملوا شير للفيديو عشان الناس كلها تعرف تستفيد يعني من الافكار، وما تنسوش السبسكرايب عشان القناة تكبر، وما تنسوش الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكوا في الفيديو الجاي. باي باي.